بيكو فكر في الشخص واختار كرت او حجر ونشوف ايه رسالة الشخص ده ليك او ايه الكلام اللي هو حابب يقوله لك دلوقتي. الاختيارات اللي معانا الحجر ده المجموعة الاولى او الحجر ده هيكون المجموعة التانية او الاختيار التاني، وبرضو حروف اسم الشخص تلاقيها قدامك على الشاشة. نبدأ معاكم بأصحاب المجموعة الأولى. لو اخترت الحجر ده، ايه رسالة للشخص ده حابب يقولها لك دلوقتي؟ هو واضح كده ان هنا دي طاقة ناس في فراق او في انفصال، مفيش بينك وبين الشخص ده كلام في الوقت الحالي، شكلكوا زعلانين جامد قوي من بعض. هو حابب يقولك ان هو بيعشقك قوي، بيحبك جدا جدا، وطول الفترة اللي فاتت دي ممكن يكون كنت انت بتجيله في احلامه، زي كنت بتقدم له حاجة او بتعرض عليه حاجة. ولو انت كنت مثلا وصلت للشخص ده رسالة عن طريق شخص معين او بلغت حد مثلا يقول له كلام على لسانك، فالكلام ده وصل للشخص ده. ولو انت فقط كنت بتتخاطر معاه، فهو كان حاسس بالطاقة بتاعتك والرسائل اللي انت كنت بتحاول توصلها له، هو فعلا كان بيحس بيها قوي. في بعض الاوقات الشخص ده بيشعر انه بيحن اليك او انه مشتاق اليك، ولكن مش موضوع ان هو بس فكرة مثلا ان انت بتتخاطر معاه او بتتواصل معاه بالروح دي حاجة بالنسبة له يعني بتكفي، لا، الشخص ده عايز تواصل حقيقي. الشخص ده مش عاوز انه يبقى مجرد انه حاسس بيك او ان انت بتحس بيه، عاوز ان يكون في بينك وبينه كلام، في بينك وبينه تواصل، وان العشق اللي بينكو ده يتوج يعني بقرب اكتر، بتواصل اكتر، وربما لو ينفع زواج فاكيد الشخص ده هيبقى حابب حاجة زي كده. بس انا حسيت بصراحة المجموعة بتاعتكو ان اصلا في عائق، يعني ممكن الشخص ده مرتبط او انت، او في بعد جامد قوي في الوقت الحالي. لكن عامه ده يعني الله اعلم بكره الدنيا ممكن يحصل فيها ايه، او ايه الظروف اللي ممكن تتجدد في طاقه العلاقه بتاعتكو، خاصه لو فعلا انتوا الاثنين في طاقه العشق دي او بتحبوا بعض قوي. يعني شكرا ليكم اصحاب المجموعه الاولى، وهنروح لاصحاب المجموعه الثانيه. لو كنت اخترتوا اصحاب المجموعة التانية، لو كنت اخترتوا الحجر البينك، برضو هنا انتوا واضح انكم في فراق او في انفصال عن الشخص ده، ما فيش كلام او تواصل ما بينكم وما بينه. هو مؤمن قوي قوي انه العلاقة دي مش علاقة عادية، او ان اللي بينك وبينه مش زي اي حد، يعني من الاخر كأنه بيقول ربما بينه وبين نفسه ما جمعه الرب لا يفارقه انسان، او الشخص ده مؤمن قوي بالجزء الخاص بالطاقات القدريه او العلاقات القدريه، او ان انت قدره. انت والشخص ده في بينكم وبين بعض حب عالي جدا، تواصل روحي قوي قوي، العلاقة دي قديمة او التواصل ده بقاله كتير. لو الشخص اللي انت بتسأل عنه في المجموعة دي يعني اللي بينك وبينه هو الشغف او عشق فقط، فلا، القراءة دي مش بتاعتك او المجموعة دي مش ليك. المجموعة دي لناس الحب عندهم او مفهوم الحب عندهم ارتقى، مفهوم حتى روحانيات عندهم ارتقت، وفي نفس الوقت بقت الطاقة اللي بتجمع بينك وبين الشخص ده جزء منها لعلاقة بالحب العاطفي والرومانسي، وجزء تاني لعلاقة بالروح، او ان انتوا ارواحكو بتطمن قوي بتواجدكم مع بعضكم البعض. يعني الشخص ده بيبقى مطمن قوي لوجودك وانت كمان. وعلى الاكتر الفراق اللي هنا بقاله فترة او بقاله زمن، بقاله سنوات طويلة. فيش حاجة مستحيلة على ربنا على فكرة. يعني جاء في بالي حد كان امبارح في القناة سايب لي تعليق من انها بقالها 10 سنين ما شافتش الشخص ده، كان في نفس الوقت وصل لي رسالة انه حد يتقابل مع شخص بعد 10 سنين فراق. فما اعرفش هل نفس الشخصية اللي سألت سؤال ممكن تكون بتسمع الفيديو ده، ولا ممكن الطاقة دي تكون ليها علاقة بيك بشكل او باخر. يعني شكرا ليكم اصحاب المجموعة التانية، والى اللقاء بفيديو جديد. لو كنتوا على يوتيوب من فضلكم اشتركوا في القناة، ولو انت على الفيسبوك برضو تقدر تعمل لنا فولو، لو على الانستجرام او على تيك توك بليز اعمل اكسبلور. باي باي.